عسلامة يا جماعة، مرحبا بيكم كالعادة. دونك نكملوا مع الاي كوميرس متاعنا. اخر ايتاب وصلنا لها هي نورمالمون الكوموندي برودوي. دونك لهنا نختاروا جوست البرودوي متاعنا، فوالا، ونعملوا نحطوا الكونتيتي لهنا اللي باش نكومونديوها، ولهنا ننزل الكوموندي. دونك يعدي لي الكوموند متاعي، كان نمشي للداتابيز نلقى الكوموند متاعي، فيها الكونتيتي اللي حطيتها، فيها التوتال، فيها البانيي اللي هي زيرو، احنا ما عملناش بانيي، وفيها البرودوي متاعنا والدات اللي احنا لايدي باي. دونك المش لوجيك لهنا يا جماعه انه انا ما نبداش كونيكتي، ما نبداش حال البروفيل متاعي ونعمل كوموندي وتتعدل الكوموند. دونك نورمالمون لهنا ما نجم نعمل كوموندي كان كي نبدا ديجا انا حال الكونت متاعي هنا. دونك لازمني نكونكتي قبل نحل الكونت متاعي، ومن بعد نعمل البوطون هذيك كوموندي، نجم نحط لهنا الكونتيتي نتاع البرودوي اللي باش نكوموندي، وكي ننزل كوموندي دونك تتعدى الكوموند متاعي. ب كيفاش باش نحط لي كونديسيون هذوما؟ انه اليوزر متاعنا لازم يكون كونيكتي قبل ما يعمل الكوموندي. باش نخليوها لهنا الانبوت متاعنا، باش نخلي البوطون كوموندي، وباش نعملو تيست في الكوموندي في الاكسون هذه كوموندي، باش نعملو تيست نتاع لوثنتيفيكاسيون، اسكو اليوزر متاعنا كونيكتي والا لا. ب كيفاش باش نعرفوا احنا اليوزر متاعنا كونيكتي ولا لا؟ كان نرجعوا للكود متاعنا. دونك قلنا اللي اليوزر يبدا كونيكتي، نرجعوا للبوطون للكونيكسيون لهنا. لي دوني نتاع اليوزر اللي يبدا كونيكتي موجودين في الدولار سيسيون، معناها اذا كان فما دولار سيسيون لهنا، اذا كان السيسيون موجوده وفيها ايميل بار اكزومبل، ولا فيها نو، ولا فيها برينو، فيها اي اتريبي من اليوزر نتاعنا، معناها كونيكتي. اذا كان السيسيون هذه فارغه ما فيها حتى شيء، معناتها اللي اليوزر نتاعنا ماهوش موجود والا ماهوش كونيكتي. باه شنو باش نعملوا احنا لهنا؟ باش نمشيو للكوموندي هذيك الاكسيون اللي عملناها، كوموندي فلا هيا كوموندي، باش نجي لهنا قبل كل شيء باش نحط الكونديسيون نتاعي قبل ما نبدا انا نزيد في الداتابيز ونحط الدوني نتاعي في الباز. دونك باش نتستي اسكو اليوزر نتاعي كونيكتي ولا لا، باش نجي لهنا باش نعمل تيست يوزر كونيكتي. كيفاش التيست هذايا؟ باش نديماري سيسيون الفوق، سيسيون ستارت، باش نجم نخدم بها سيسيون لازم نديماريها الفوق. اوكي سيسيون ستارت، باهي ديماريت سيسيون تاعي. توا باش نتستي على اي فاريابل دو سيسيون موجود في وسط السيسيون تاعي، باش نجي لهنا باش نعمل دولار ديريفيت سيسيون، سيسيون كلها ماجيسكول يا جماعه لهنا. كي نحط كي نبدا نتستي على لي فاريابل دو سيسيون، دونك دولار تيري ويت سيسيون الكلها ماجيسكول. كي باش نعمل سيسيون ستارت بار اكزومبل عادي نكتبها مينيسكول. اوكي نجي لهنا شنو باش نحط؟ نحط اي فاريابل انا نتستي عليه اسكو هو موجود ولا اي فاريابل دو سيسيون. نرجع للكونيكسيون ناخذ اي فاريابل دو سيسيون، لا اي فاريابل سوى النوع ولا الايميل المفيد فاريابل من هذا. باه هي دونك التيست نتاعنا نجمو ناخذ هذا كيف لهنا بالضبط، ناخذ النوع نجيو لهنا ونحطوه في بلاست هذا. اوكي به اذا كان اي سيت الدولار سيسيون، اذا كان الدولار سيسيون بتاعنا موجود دونك احنا باش نتستيو على اذا كان مش موجود. دونك نجيو لهنا ونحطو بوان ديكسكلاماسيون. دونك كي نعملو هكايا معناها راهو ليتيليزاتور ماهوش كونيكتي. هنا يوزر نو كونيكتي، اذا كان اليوزر نتاعنا ماهوش كونيكتي معناها الفاريابل دو سيسيون هذا نو اسم اليوزر ماهوش موجود. دونك وين باش نبعثوه؟ باش نبعثوه للباج مش بروفيل لهنا، باش نبعثوه لللوجين، لازم يمشي للباج لوجين. ب اذا كان اليوزر نتاعنا كونيكتي دونك عنده معناها كونيكتي والكل، دونك باش يكمل التريتمون تاع الباج هذي. اذا كان ماهوش كونيكتي دونك باش يمشي يعمل ريديريكسيون للباج لوجي. نرجع لهنا نريفريشي، كنحط كوانتيتي لهنا 3 بار اكزومبل، فوالا حط 3 ننزل كوموندي فوالا
يبعثني للوجين. علاش؟ لهنا نوت فاوند، خاطر اللي ار ال نتاع اللوجين نتاعي غلط، مي لهنا ما عملش تريت مو، كان يمشي نثبت في الباس، نريفريش لهنا، دونك نورمالمون ما يزيدش الكوموند، زاد الكوموند. اوكي بي، تو نشوفوا شنو الحكايه. بي دونك شنو باش يعمل لهنا؟ باش يعمل ريديريكسيون للباج لوجين. لازمنا نعطوا اللين صحيح نتاع الباج لوجين. انا موجود في الاكسيون، اللوجين وين موجوده؟ اللوجين موجوده الباج لوجين وين موجودة في الادمين؟ لا لحظة بركة نرجعو لهنا. اوكي دونك الباج اسمها كونيكسيون مش لوجين، باهي انا غلطت. دونك هذي الباج اللي باش نمشيولها. دونك انا موجود لهنا، دونك نرجع هكا دو بوان باش نمشي للروت، سلاش دو بوان باش نولي في الروت انا لهنا، ومن بعد سلاش مش لوجين كونيكسيون بوان PHP. فوالا connexion.php دو بوان connexion.php ب. ولهنا بعد ما يعمل الكونيكسيون لازم نقول له اكزيت باش ما يتعداش يعمل الكود اللي من بعد هذا. اوكي نرجع لهنا نفيش البرودوي هذا، نريفريشي بار اكزومبل، نحط 3 نعمل كوموندي. فلا يهزني للباج دو كونيكسيون. كان نرجع لهنا نريفريشي، فوالا ما عداش الكوموند نتاعي. ب دونك انا لهنا من بعد ما نكونيكتي نورمالمون باش يعدي لي هاك الكوموندي والا لاكسيون نتاع الكوموندي هذيك باش يعديها لي. نجي لهنا ناخذ كونت باش نحاول نكونيكتي باش نشوف لاكسيون كي يبدا انا كونيكتي. فيزيتور داتا ناخذ هذا. اوكي ناخذ هذا بار اكزومبل، ان شاء الله نتفكر المود باس. باهي تجي لنا كنترول في لهنا نورمالمون من الاعلى لنوف المود باس كان مانيش غلط. الا فلا اوكي باهي كان نرجع توا. دونك الكونت اللي محلوله هو هذا تيست تيست والايميل يوزر نيم. اوكي نجي لهنا نمشي للاي شوب، نرجع لهنا البرودوي هذا مثلا، وباش نحط 5 ننزل كوموندي. فلا هكا تعديت الكوموندي، مشى للكوموندي ما رجعش بيا لللوجي. دونك كي زدت وانا التيست هذاك دونك ما رجعش بيا. نمشي لهنا للليست دي كوموند لهنا، فلا هاكا دوس البرودوي 3 كما ديت كوانتيتي 5 والتوتال نتاعي 12. دونك هذه الكونديسيون اللي زدناها شنو باش تعمل لنا؟ هذا كي يبدا اليوزر نتاعنا ماهوش كونيكتي دونك يهزك للباج كونيكسيون، ما يخليكش تعمل الكوموند هذيك. ب نرجع لهنا الحاجة الثانية اللي باش نعملوها احنا توا هي ب اول حاجة نركحو الديزاين هذايا، نحطو الكوانتيتي وال الانبوت الواحد في في الكارد نتاعنا. ب وين موجودة هي؟ نورمالمون لهنا. ب هذا الاكسيون كنترول اكس نحطوه لهنا تحت الـ ال نتاعنا. فلا ريفريشي، فلا هاكا الكوموندي نجمو نزيدو نحسنو شوية. كلاس اقل ب فليكس ريفريشي ما مشاتش ديفليكس. احنا باش نخدمنا كول دوز ديفليكس، هذا ديفليكس
به مش مشكل، لازم نحط هذا هو الديفليكس، لان نورمالمون في الفورم حاطو الديفليكس مش في الديف. لا فلا فلا، ده نجيو لهنا ونحطو مارجين ايكوال دو. فلا كي خير شوية ده. دونك نحط الكوانتيتي لهنا ونكليك بوتون كوموندي باش نعدي الكوموند نتاعي. لهنا الكوموندي هذيك باش تشوف لي اذا كان السيد كونيكتي باش تعدي لي الكوموند، اذا كان السيد مش كونيكتي دونك ما تعديليش الكوموند نتاعي وتهزني الباج كونيكسيون. لهنا شنو باش نزيدو؟ هو نورمالمون كان نرجع شوية للديجرام نتاعنا، دونك اليوزر فوالا الفيزيتور نتاعنا كي باش يعدي كوموند، دونك تصنع بانيي قبل ما يعدي الكوموند نتاعو، في وسط البانيي هذيك فما لي كوموند نتاعو. دونك احنا ريالمون قبل ما نعديو الكوموند لازمنا نصنعو بانيي، وفي وسط البانيي هكايا دونك باش نحطو الكوموند. نرجع لهنايا في الكوموندي، اول ايتاب ماهيش اني نعدي الكوموند نتاعي، الاول ايتاب هي نعمل الكوموند بليتو نعمل البانيي اللي في وسطها هي فما اليوزر نتاعنا وفما لي ليني دو كوم بليتو لي كوموند تاعي الكل. اوكي دونك هنا باش نعمل كرياسيون دو باني ب، نرجع لكرياسيون دو باني شنو فيها؟ فيها الفيزيتور اللي هو الاي دي نتاع السيد اللي كونيكتي، التوتال التوتال تاع لي كوموند نتاعنا، الدات دو كرياسيون والدات دو موديفيكاسيون. دونك لهنا باش نزيدو حاجة أخرى للبانيي، باش نزيدو ايتا اللي هي باش تشوف لنا ليتا نتاع البانيي نتاعنا، اسكو اون كور، اسكو سي بون فاليدي، اسكو دونك ليتا نتاع البانيي. نجي لهنا باش نمشي لل بليتو انا ما صنعتش تابل بانيي جملة. اوكي باهي باش نجي ونصنع تابل بانيي كالعادة. دونك نجي لهنا نكليكي كليك دروات كرييت نيو تيبل، شنو اسمو؟ اسمو بانيي ب. ولهنا باش نزيدو شون، شون الاول هو الاي دي، شون الثاني هو الفيزيتور، فيزيتور الشون الثالث هو التوتال، الشان الرابع هو دات دو كرياسيون بلوتو قبل الدات فما ايتا، من بعد فما دات كرياسيون، بعد فما دات موديفيكاسيون. لهنا اللونيل نو الفالور بار ديفو اوتو انكريمنت. اوكي به الفيزيتور اللونيل نو الفالور بار ديفو ما فما شيء، التوتال دونك فلوت هذا خاطرو توتال دونك باش تضرب البريف في ال دونك هو توتال دي بري تاع لي كوموند نتاعك فلوت ب اللونيل. اوكي لهنا ايتا فارتشار ب سيكونت اللونيل ل بار ديفو، لهنا نعطيها الفالور بار ديفو كاستم تكست انكو. ذاك الفالور بار ديفو، دونك انا لهنا كما نحطش فالور تاع ايتا باش تاخذ الفالور انكور ب. ودات دو كرياسيون هذي التيب نتاعها دات كيف كيف الدات هذي التيب نتاعها دات فلا. دونك نورمالمون هذم لي شون تاعنا اي دي فيزيتور توتال ايتا
وال دات دو كرياسيون دات دو موديفيكاسيون نرجع نثبت فلا هذو هما لي شون نتاع لهنا رد بالي ننسى لونجستري ولا السيف لهنا اوكي شنو هي لهنا انكوريكت تيبل ديفينيشن ذن يو كان اونلي اوتو كولن ات ماست ديفاين ات از ا كي ب دونك هذه لازمني الكلي بريمير نتاعي كرييت اندكس برايمري كي ب لهنا الفيزيتور هو كلي اترونجير اش معناها كلي اترونجير معناها الفيزيتور هذا باش يكون اي دي من لي زاي دي نتاع الفيزيتور هذو فوالا هذه ديفينيسيون تاع التابلو نتاعي عندي كلي بريمير هذا الاي دي الفيزيتور هو كلي اترونجير للتابل فيزيتور توتال هو فلوت لي تاع فارتشار و لي دو دات نتاعنا اوكي هذا التابلو باني نرجع لهنا وباش نحط الباني نتاعي شنو نعمل لهنا الروكيت نتاعي هي انسرت دونك اول حاجه باش نعملها هي الروكيت بليتو اول حاجه هي الكونيكسيون اللي هي هذه كونيكسيون للباس نجي نحطها الفوق نحولها من هنا نحطها فوق كرياسيون خاطر لازم الكونيكسيون هي اول ايتاب ومن بعدها هي نصنع لي روكيت نتاعي الكل باش نجي لهنا باش نصنع لي روكيت 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 باني اقل روكيت باني شنية روكيت باني هي انا شنو باش نعمل باش نزيد في وسط الباني انسيرت انتو في التابل باني values شنو هما وباش نحط لي فالور نتاعي باه لهنا باش نحط لي شون تاعي اللي باش نزيدهم باه انا شنو باش نزيد باش نزيد الفيزيتور اوكي باش نزيد زادا التوتال وباش نزيد فيزيتور التوتال لي تاع مانيش باش نحطها باش نحط انا ريالمون باش نحط الفيزيتور والتوتال والدات دو كرياسيون ب لهنا نحط باغ اكزومبل دات كرياسيون ب لي فالور هما شنو هما ب نجي لهنا نحضر لي فالور نتاعي دولار فيزيتور هو شنو هو الاي دي نتاع الفيزيتور الاي دي نتاع الفيزيتور يا جماعه ديما نتفكروا اللي بليتو الاي دي نتاع الفيزيتور ولا السيد اللي كونيكتي اللي هو اليوزر بتاعنا اللي كونيكتي قلنا لي دوني نتاع السيد اللي كونيكتي موجودين في السيسيون انا تستين عليه الفوق دونك لهنا ناخذ دولار فيزيتور ايغال دولار سيسيون دو مش نو اي دي الاي دي نتاع السيد اللي كونيكتي الاي دي نتاعو انا حاجتي باللاي دي نتاعو هذا هو الفيزيتور ب من بعد شنو الاخر عندي التوتال دولار التوتال هو شنو هو نورمالمون نفس التوتال نتاع البرودوي اللي هو هذا اللي هو الكوانتيتي فوا لو بري نتاع لو برودوي ب دونك شنو باش نعملو خليها هذه نسخها توتال بويسك عندي منها هذاك اللي حطيتو نرجع هذه الروكيت تاع الباني ومش نحطها لازمني نحطها وين 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 فلا من بعد ما نجيب نحسب التوتال هذا خاطر لازم نحسب التوتال قبل والدات زاد هذيك نحط لهنا معناها الروكيت نتاع الباني باش نحطها جيست قبل الروكيت نتاع الكوموند نعمل الحسابات الدنيتي الكل هنا نطلع اسم البرودوي نطلع الكوانتيتي نتاعو نطلع التوتال اكسيتيرا ومن بعد نزيد الباني نتاعي باه شنو حضرت انا حضرت الفيزيتور هو الفوق نجي لهنا اول حاجه هو كما قلنا دولار فيزيتور باه الفالور الثاني اللي هو التوتال اللي هو نفسه التوتال نتاع البرودوي اللي هو هذا ديجا حسبته زادا كنترول في
والدات اللي هي شنو هي الدات كورون، الدات نتاع توا اللي هي زاد نفسها الدات اللي حسبتها هذه فعلا. اوكي سي بون، هذه الروكيت نتاعي. اول حاجه ايش باش نعمل؟ دونك بعد ما نصنع الروكيت باش نكزيكيتي الروكيت نتاعي فعلا هنا اكزيكيسيون روكيت بانيي، ولا هنا باش نكزيكيتي الروكيت بانيي كنترول في على توا شنو نعمل؟ باش نعمل فاردا باش نحاول نشوف شنو فيها هذه شنو هي الريزولتا بليتو نتاع الريزولتا هذه باش نحاول نشوفها. علاش باش نحاول نشوفها؟ خاطر انا ريالمون لازمني الاي دي نتاع البانيه هذه اللي تعملت، اللي خدمت انا البانيه نتاعي اللي خدمتها اللي تعملت، باش نجم نحطها مع هذو في الكوموند. لازمني الاي دي نتاع البانيه، دونك لازمني نشوف الريزلت هذه بليتو. علاش انا باش نشوف الريزلت؟ باش نشوف كيفاش باش نجيب انا الاي دي نتاع البانيه هذيك اللي زدتها. نرجع لهنا نريفريشي. اوكي تو باش نحط 5 فور اكزامبل ونعمل كوموندي هذا لي زيرور عادي لي زيرور انديفايند اندكس اي دي في الليني 18. عندي اي دي في الليني 18 ما عرفهاش الليني 18 اللي هي نورمالمون هذه فلا هذه ما عرفش الاي دي هذه. اوكي قال لي منين جبت انا لهنا حسب ما فهمت انه الدولار سيسيون هذيك ولا السيسيون نتاعي ما فيهاش اي دي، قال لي لهنا راهو الاي دي نتاعك ما فماش في وسط الدولار سيسيون. نرجع نثبت لهنا كونيكسيون فوالا لهنا ما عنديش انا كعملت الكونيكت يوزر لهنا ما صنعتش سيسيون اي دي. باش نعاود هذا ونصنع له الاي دي لهنا فوالا نزيد شان اخر الاي دي نحط فيه الاي دي نتاع السيد اللي كونيكتي. اوكي نسجل توا سي بون باه توا اش لازمني نعمل؟ نرجع لهنا هكا نريفريشي نمشي للباج كونيكسيون ندي كونيكتي من البروفيل هذا ونعاود نحل البروفيل مره اخرى. دونك نبدل حاجه في سيسيون يا جماعه، دونك نبدل حاجه في الفاريابل دو سيسيون. انا شنو بدلت لهنا؟ زدت فاريابل دو سيسيون جديده، لازمني ندي كونيكتي ونعاود نكونيكتي باش ياخذ هذيك الفاريابل هذيك، خاطر هي سي بون تصنعت سيسيون ما نجمش يزيدها الا ما ديكونيكتي وتعاود تكون يوزر والمود باس من للنفس باه نورمالمون سي بون. نرجع توا نمشي للبرودوي نتاعي نحط الكوانتيتي 6 ونعمل كوموندي باه فوالا. دونك هذه هي لوبجي نتاعي والا الريزلتا نتاعي. نورمالمون زاد البانيي هذه في التاب بانيي، نمشي للداتا فوالا هاكا التاب هاكا الفيزيتور الاي دي نتاعو 9 نمشي نثبت فوالا هاكا اليوزر هذاك تيست الاي دي نتاعو 9 دونك زاد في البانيي اليوزر زاد التوتال زاد ليتا هاكا اونكور مالغري ما حطيناش ليتا دونك خذيها على خاطرها بار ديفو. والدات دو كرياسيون زاد حطينا الدات نتاع اليوم اللي هي 16/9/2021 فوالا دونك زدنا بانيي جديد باه. شنو نحبو نعرفو؟ احنا نحبو نعرفو الاي دي نتاع البانيي باه. باش نعرفو الاي دي نتاع البانيي هي شنيا بليتو البانيي لهنا هي اخر بانيي تعملت اللي هي last inserted id فوالا. لما فونكسيون في البيديو
اسمها last inserted ID، تخرج لك اخر ID بتاع اخر حاجة حطيتها في الباز دوني. فلا هذا المانيال تاع البي اتش بي، باش نشوف لهنا last inserted ID هذه كيفاش تخدم. هلا بناية last inserted ID اخر حاجة زدتها في الباز، last inserted ID. اوكي لهنا دي بي وتحط last inserted ID يجيب لك last inserted ID. دي بي يقصد بها الشين دو كونيكسيون. نرجع لهنا الكوموندي ب وين حطيت لهنا فلا لهنا في بلاست دي بي هذه باش نحطو الكون، خاطر لهنا ديما يحكي على شين دو كونيكسيون ب باش نشوفو اسكو باش يجيب لنا last inserted ID ولا. كنترول سي ونحاول نفشو هذاك last inserted ID اسكو صحيح ولا ب. جي لهنا نرفريشي اوكي، هلا جاب لي الدو، هذا قال لي last inserted ID ب. نرجع نثبت فلا الدو، علاش الدو؟ خاطر كي عملنا ريفريش عاود صنع بانيه واحدة أخرى، دونك هذه هي البانيه اللي حشتنا بها. ب الدو هذيك شنو نعملو لها احنا؟ اللاست انسرت ذا اي دي هذاك باش نحطوه هو الاي دي نتاع البانيه. دونك نفسخ هذا، ما عادش حاجتي بيه البردة. نجي لهنا نقولو دولار بانيه دو اي دي ايجال دولار كون دو لاست انسرتد اي دي ب. نرجع لهنا كي باش نحطو الكوموند نتاعنا، شنو باش نحطو بارمي لي بارامتر اللي موجودين لهنا؟ عندنا البانيي اهاي احنا حطيناها زيرو، توا باش نحطوها دولار بانيي اي دي، وتولي الكوموند هذي تابع البانيي اللي فوق. اوكي نرجع لهنا ب. شنو باش نعمل انا تو ريالمون؟ باش نفسخ لي بانيي اللي عملتهم، باش نعاود من جديد، باش نفسخ زادا لي كوموند اللي عملتهم، باش نحاول نعاود من جديد ونشوفو البروسيس من الاول ب. نرفريشي لهنا هذا البرودوي تاعي، نرجع باغ اكزومبل انا لهنا نرفريشي ديجا انا كونيكتي، هاو البروفيل تاعي تيست تيست ب. باش نحل انا باغ اكزومبل البرودوي هذا وباش نكوموندي منو كات كات برو كات بيس. ننزل هنا كوموندي فوالا ما في شي حد شيء، نرجع لهنا ونثبت شنو صار ب. اول حاجه صنعت لنا بون هذه الكوموند، اول حاجه صنعت لنا باني اللي دي تاعها 3. في البانيه هذيك واش عملناها باش نعرفوا شكون السيد اللي عمل لي كوموند هذو؟ البانيه هذيك السيد اللي عملها هو نوف، التوتال نتاعو 6000، لي تام نتاعو اون كور. ولهنا نمشي لي كوموند، نلقى لي كوموند نتاعي وهاكا تابعين الكوموند هذي تابعة البانيه 3 ب. دونك هذا يا جماعة كيفاش نعملو البانيه، و البانيي في وسط البانيي نحطو لي كوموند نتاعنا باه. لهنا باش تجينا مشكلة أخرى، أنو أشاك فوا احنا باش نكومونديو باش تصنع بانيي جديدة وباش وباش تتحط فيها الكوموند، أشاك فوا أنت تعمل دونك أشاك فوا أنت تكوموندي، كان كوموندي مرة أخرى لهنا 5 ونكوموندي، شنو باش يصير ريالمون؟ باش تصنع بانيه جديدة، هي صنعت بانيه جديدة اللي ماهيش لوكال، لازمني أنا أشاك فوا نزيد أشاك فوا أنا نفس اليوزر وقاعد نكوموندي ولتو ما عملتش فاليداسيون للكوموند للي كوموند بتاعي، يتسجلوا في نفس البانيه في بانيه واحدة، مش في مش أشاك فوا تعمل بانيه جديدة. دونك نعملوا بانيه من الأول، تصير البانيه الكرياسيون تاع البانيه باش تصير مرة برك في أول كوموند، أنا وقت نعدي الكوموند الأولى بالكل وقتها تصير الكرياسيون تاع البانيه، ومن بعد كي نبدا نكوموندي في البرودويات من بعد ما تصيرش كرياسيون تاع بانيه، وإنما لي كوموند الكل يولوا تابعين أكل كوموند أكل بانيه اللي عملتها أول مرة. كي نرجعوا لهنا باش يكون البانيه فيها بليزيور كوموند، بليزيور،
وقتاش الكوموند نتاعنا سي بون بليتو البانيه نتاعنا ما عادش نحط فيها دي كوموند، وقت انا سي بون نمشي نعمل فاليدي الفاليدي البانيه نتاعي ونخلصها ولا نعمل البيمون، وقتها سي بون ما عادش نجم لي كوموند جدد باش يصيروا في بانيه واحد اخر. باه هنا ان شاء الله باش نشوفوه في الـ في الـ في الفيديو الجاي. دونك فيديو اليوم ما شفنا فيه جوست الكرياسيون تاع البانيي وكيفاش نربطوا البانيي والكوموند، وفي الفيديو الجاي كما قلنا باش نحاولوا نزيدوا نحسنوا في الخدمه نتاعنا ونجيروا البانيي والكوموند بالكدا. جوست قبل ما نكمل الفيديو هذا باش نحكي شويه على لي فورماسيون اللي لانسيناهم، لانسينا تروا فورماسيون اللي هما لينيسياسيون للديفلوبمون ويب باش نخدموا فيها ان شاء الله HTML CSS JavaScript، وباش نعملوا فيها تمبليت نتاع فوتوغراف. الفورماسيون هذه ديدي للجماعة اللي مازالوا ديبيتونات ما يعرفوش معناها ديفلوبمون ويب، ما يعرفوش معناها HTML CSS، ما يعرفوا حتى شيء. دونك جست باش يعملوا انيسياسيون باش يدخلوا يشوفوا الدومين هذا ويشوفوا الفرق ما بين الباك اند والفرونت اند. لي ديتاي هذوما الكل باش نحكيو عليهم ان شاء الله في الفورماسيون هذه. باش تشوفوا لي ديتاي والبلانينغ تاع الفورماسيون تنجموا تدخلوا للجروب نتاعنا اللي هو هنا الجروب نتاعنا، تنجموا تدخلوا للجروب وتشوفوا لي ديتاي نتاع الفورماسيون. فوالا هذوما لي تروا فورماسيون اللي لانسيناهم، حطينا لي بري، حطينا قداش من وقتاش باش نبداو، ان شاء الله نبداو لاندي، حطينا اش باش نشوفو بالضبط. باه بالنسبه هذه الفورماسيون الاولى اللي هي انيسياسيون ديفلوبمون ويب، كما قلت لجماعة لي ديبيتون اللي مش مشكل زاده تنجم تكون ما عندكش حتى خلفيه على الانفورماتيك، تنجم تجي وتشوف معانا شنو باش نعملو. بالنسبه للفورماسيون الثانيه اللي هي لارافيل 8، هذه معناها للعباد اللي عندهم شويه، دونك عندهم مع الاتش تي ام ال مع السي اس اس مع البي اتش بي بليتو، خدمين شويه حاجات هكا ويحبوا يافونسي ويحبوا يولي بروداكتيف اكثر، دونك الفورماسيون هذه ليهم هما. الفورماسيون الثالثه اللي هي انجلر للجماعه اللي يحبوا الفرونت اند ويحب يشوف يخدم على فريم ورك فرونت اند، معناها ما يحبش يخدم جوست اتش تي ام ال وسي اس اس وبوت ستراب كهو، دونك يحب يخدم على حاجه جديده. والكل كالعاده الفورماسيون هذه لازم تكون عندك على الاقل شويه اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت باش تنجم تبني وتخدم بالفورماسيون هذه بالكدا. فوالا دونك هذا الفيديو نتاع اليوم، يعطيكم الصحه، نشوفوكم ان شاء الله الفيديو الجاي. اللي عنده اي سؤال فيما يخص السيت اي كوميرس ولا فيما يخص زاد لي فورماسيون ينجم يكلمني على الباج ولا يكلمني ولا يخلي لي كومونتير في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا نتاعي، الكل كي تلقاها في الديسكريبسيون. وكهو ان شاء الله نشوفوكم الفيديو الجاي.